يلا بينا كده شباب بقى. يلا رجال، عايز الناس كده ترفع ايديها كده بعد اذنكم بقى، كل واحد جملة كده على طول. يحيى، يلا يحيى اتفضل. ده المسج يا مستر، ايه؟ ده المسج. لا، دي الأسئلة اللي هي اللي بعد كده، اللي هم 34 سؤال تقريبا. تمام، هنا الجملة دي داليا از ميكينج ذا تي ناو، داليا بتعمل الشاي دلوقتي. انا عايز الكلام ده بقى بيدل على ايه؟ something happened before and سي after سي، تمام. طبعا علشان is making يبقى معنى كده ان الحدث بتاعك بيحصل دلوقتي، بدا كده present continuous يبقى am is are، طبعا plus verb plus ing يبقى الحدث بتاعك بيحصل دلوقتي او اثناء الايه؟ الكلام. تمام جدا. في سؤال تاني. معلش، في سؤال هنا، السؤال الاولاني ده معلش. Which sentence is correct؟ محمد منصور؟ This bread is delicious. تمام. طبعا خلي بالك علشان bread ده معناه خبز، وده كده uncountable. طيب وما دام uncountable يا مستر، يبقى معنى كده انه ياخد فعل مفرد، يعني ياخد is، ياخد was، ياخد has، ياخد فعل، ياخد مثلا does، ياخد فعل في البريزنت، والفعل ده كده لازم يكون اخره اس. طيب خليني اقول يا محمد مثلا كده، لو انا عايز اقول كده انا اشتريت رغيفين عيش، اقولها ازاي؟ I bought two slices of bread. ماشي، مش بنقول لها سلايس Two اوف بريد، pieces أو two لوف. pieces. Loaf. Loaf. تو Pieces. لوفز، مش عارف. تو لوفز اوف بريد، برافو عليك. Loaf. رغيف عيش، تمام. تمام. طيب سؤال رقم 3 و4. ام دوت ام، أيوة أنا. يلا اتفضل. Adverb. تمام، طبعا surprisingly يبقى ده كده adverb على طول يا مستر. طيب اللي بعديها كمل. Friendly. ايه؟ Well. طب نركز بقى كده من الحتة دي. Well. لا، But friendly. friendly ازاي بقى يا مستر؟ أول بعدين قلت دي adverb. ازاي بقى يا مستر؟ هنا احنا عارفين يا مستر ان الادفرب دايما بينتهي بال واي، يعني مثلا عندنا كلمة sad، sadly. مثلا happy، happily. بس في عندنا بقى بعض الايه الشواذ، زي ايه بقى كده الشواذ دي كده يا مستر؟ زي كلمة friendly، ودود. زي كلمة مثلا lovely. زي كلمة ugly. زي فيلي كلمة fatherly. زي كلمة زي كلمة deadly، مميت. كل الحاجات دي كده كلها، زي كلمة early، الحاجات دي كده كلها اخرها ال y، ومع ذلك أو دول كده سيلي ايه؟ أو سيلي. تمام، سخيف. الحاجات دي كلها adjectives بالرغم ان فيها ال واي في الاخر خالص. يبقى نخلي بالنا هنا بقى، my neighbors are friendly، يعني جيراني يكونوا ودودين، يبقى هنا friendly بالرغم ان فيها ال واي، الا ان ده كده adjective يا مستر وليس adverb. طيب انما will دي مالها؟ will دي كده دي عباره عن ايه؟ ده adverb، ده حال. ليه يا مستر adverb؟ عشان احنا عندنا treat اهي، اللي هي معناها يعامل. يبقى يعامل ده فعل، يبقى اللي بيصف الفعل الادفرب اللي هو الحال. طب تعالوا كده يا شباب بينا كده نجيب كل الجملة دي كده نفصصها كده مع بعض. كلمة ماي دي بنسميها ايه؟ ماي دي بنسميها يا شباب اسمها ايه؟ Possessive pronoun. pronoun. طيب neighbors، Noun. تمام. ار فيرب، فريندلي، Where. ادجكتيف، Adject. تمام. اند، Preposition. لا Preposition. لا Pronoun. لا، اسمها كونجنكشن. However.
conjunction معناها أداة ربط. طيب they pronoun treat verb plus object برضو pronoun بس object يا مستر. طيب و will ده كده طبعا اللي هو الادفرب الحال. كل الحاجات بقى النون والادفرب والادجكتيف والحاجات دي كلها اسمها parts of speech اجزاء الكلام يا مستر. طيب خلينا نسأل سؤال انا مثلا كده يا مستر. طب الحاجات اللي اخرها ال واي دي دي كده adjectives. طب يا ترى لما احب اجيب الادفرب بتاعها اجيب الادفرب بتاعها ازاي؟ تحذف الواي؟ لا زي ما هي. يعني مثلا قلنا كده هي از فريندلي هو ودود. فريندلي هنا يا مستر دي ادجكتيف علشان في فيرب تو بي. طب عايز اقول بقى هي سبيكس. سبيك ده فعل. طب اللي بيصف الفعل الحال. طب اجيب الحال ازاي؟ اقول يا مستر هي سبيكس فريندلي. لا ما تنفعش. يعني ان ا فريندلي واي. ممتاز. هي سبيكس ان ا فريندلي واي. يبقى بقى بجيب بقى التركيبه بقى التركيبه دي بقى كده هي اصبحت الحال بتاعنا اللي هي ايه بقى كده. بجيب كلمه ان ا او ان على حسب الادجكتيف بتاعتنا ولازم اروح حاطط في الاخر خالص كلمه واي. يبقى هي سبيكس ان ا فريندلي واي. برافو عليكم. يبقى الصفات اللي اخرها ال واي دي كده لما احب اجيب الادفرب بتاعها يبقى بنجيب كلمه ان وبعد كده بنجيب ا او ان وبنروح حاطين في الاخر خالص كلمه واي. برافو عليكم. طيب سؤال اللي بعد كده عبد الله سيد. ايوه يا عبد الله انا عايز الادفرب هنا. بس لون طبعا بس slowly. بس يا مستر ده نون ران ذا فيرب ومس ذا فيرب. طيب كمل يا عبد الله. شي از ان انجينير. ان ا وان بقى دول اسمهم ايه؟ ان ارتكل ولا كونجنكشن ولا نون ولا بريبوزيشن؟ الاخيره بس انا مش عارف. بريبوزيشن ده معناها حرف جر زي ان اون at for by وهكذا. دول كده prepositions. ده انا مش عارف الجمله. طيب ان ا وان اسمهم كده ان definite articles يعني ادوات نكره. انما ذا دي بقى اسمها definite article اللي هي أداة المعرفة اللي هي معناها ال. يبقى وان دي كده باللغة العربية يعني مثلا كتاب مثلا a book. إنما مثلا بقول لك الكتاب يبقى the book. يبقى a وان دول كده اسمهم article أدوات وبالتحديد indefinite articles يعني أدوات نكرة. إنما the دي كده اللي هي definite article أداة المعرفة. conjunction أداة ربط زي كلمة إيه بقى؟ زي كلمة however زي كلمة but زي كلمة although زي كلمة and زي كلمة so. كل دي كده اسمها conjunctions يعني أدوات ربط بتربط بقى ما بين عبارتين ما بين جملتين ما بين كلمتين وما شابه. وطبعا noun ده اللي هو الايه الاسم. تمام. طيب سبعة. الناس كلها فين الناس يا جماعة؟ يا جماعة أنا عايز الناس تجاوب. محمود أسعد فينك يا محمود؟ طيب مريم ناصر. ايوه مثلا اتفضل حضرتك. سامعني؟ اتفضل سامعك يا محمود. قول يا محمود انا سامعك. انا سامعك قول. صوتك واضح يا محمود اتكلم جاوب.
يا مستر سامعني؟ اي والله سامعك، اتكلم قول مستر. يا محمود انا سامعك كويس، انت الصوت عندك كده ممكن يبقى فيه مشكلة. ماشي، هتبقى ثانية، تبقى أول واحدة. برافو عليك. ليه؟ عشان انفورميشن دي كده يا مستر، دي معلومات، دي uncountable لا تعد، يبقى ما ينفعش اقول a few وما ينفعش اقول many، وما دام لا تعد يبقى ما ينفعش اجيب معاها لا a ولا an، بس يبقى can I have some information. كمل يا محمود. ماشي تمام. الجملة دي أنا عايزها بتساوي أنهي واحدة من الأربعة دول كده؟ هتبقى تاني واحدة. هتبقى تاني واحدة، تمام. ليه بقى يا محمود بقى كده؟ اشرح لنا. Someone rang the alarm as soon as the burglars left the shop. واحد يعني رن الجرس ولا المنبه الإنذار بمجرد ما البرجلرز اللصوص تركوا المحل. خلينا نراجع سريعا كده، احنا قلنا ان كلمة hardly كان زيها زي كلمة scarcely، كنا بنجيب بعديها had والسبجكت والبي بي تصريف رقم ثلاثة، بس الاثنين كانوا بياخدوا كلمة when، وبعد كده كنا بنجيب سبجكت وبعد كده بنجيب possible تصريف تاني. طب ودول كان معناهم ايه يا مستر؟ كان نفس المعنى بتاع كلمة نو سونر دي. نو سونر برضه بنجيب هاد، برضه بنجيب سبجكت، برضه بنجيب البي بي، ولكن نو سونر كانت بتاخد كلمة ذان، وعندك بعد كده السبجكت وعندنا الباست سامبل. الكلام ده برضه كان زي القاعدة اللي هي بتقول ات واز اونلي وين. مستر معلش ينفع تعيد اذا ما سمعتش حاجة؟ حاضر. ات وازنت انتل، بنقول تاني يا محمود الكلام اللي جاي ده كله بيساوي كلمة after. احنا عارفين ان after بنجيب بعديها السبجكت، بعد السبجكت بنجيب had والبي بي. الجزء الثاني subject plus past simple تصريف تاني. القاعدة دي بتساوي بقى كل الكلام ده hardly وscarcely، بس ما دام جبتهم في الأول زي كلمة no sooner بجيب كلمة had، الحمد لله، وبعد السبجكت يرحمكم الله بنجيب البي بي، بعد كده hardly و scarcely بياخدوا كلمة when، no sooner بتاخد كلمة than، وبعد كده الجزء الثاني past simple معناهم برضو بمجرد. طب كمان كانوا بيساووا كلمة it was only when و it wasn't until، بنجيب بعديهم subject، بعد ال subject بنجيب had plus pp، بس الاثنين دول بياخدوا كلمة that وبعد كده ال subject وبعد كده past simple. كل الكلام ده بمعنى بعد ما عمل الحدث الأول عمل حدث رقم اثنين، الاختلاف بس في شكلها. hardly had the burglars left the shop، that غلط، كنت أقول when. طب it was only when the burglars had left the shop مش then، كنت أقول that. طبعا after the burglars left ما ينفعش after past simple وهناك past perfect، يبقى دي كده غلط. يبقى الإجابة أدي no sooner had the burglars left the shop then. نعم. هو امتى مستر ال before و after يجي بعديهم ing؟ لو ما فيش subject، يعني after he had مثلا slept لا يبقى after sleeping، after he had done the homework يبقى after doing، before he went يبقى before going على طول. طيب سؤال رقم تسعة. الناس الثانية، رنا، يا رنا علاء. اتفضل يا رنا. تبقى نمبر سي. نمبر ايه؟ نمبر سي. تمام، طبعا مايك از ا مور كيرفول درايفر ذان هيز براذر. مايك يعني سواق حريص اكتر من اخوه. يبقى معنى كده يا مستر هنا كيرفول دي ادجكتيف صفه علشان في درايفر ناون. طيب يبقى انا هنا مايك درايفز، يبقى درايف ده فعل، يبقى انا عايز الادفرب، يبقى ما ينفعش اقول مور كيرفول، يبقى دي كده غلط. طيب مايك درايفز ليس كيرفولي، انا بقول هنا هو حريص اكتر من اخوه، يبقى ما ينفعش اقول مايك بيسوق اقل حرص، يبقى دي غلط. يبقى مايك درايفز مور كيرفولي، يبقى الاجابه رقم سي. طبعا الاخيره دي العكس، مايكس براذر درايفز، يبقى كنت اقول كده ليس كيرفولي ذان طبعا ايه ذان هيم. طبعا دي كده المفروض ان هي تبقى العكس.
جاوب يا رنا. 10 نعم ليه حاطين ايه قبل مور؟ ايه بتقول ايه؟ ليه حاطين ايه قبل مور؟ هنا دي كده علشان دي كلمة ايه؟ درايفر مش درايفر، ده سواق. كاونتبل يعد، يبقى مدام مفرد ويعد يبقى لازم يبقى في عندنا او ان بس. انما لو ما كانش فيه بقى كلمه درايفر يبقى كنا هنقول على طول مور كيرفول، مايك از مور كيرفول ذان هيز براذر. ماشي تمام. يلا كملي اللي بعديها كده. 10 ممكن نمبر سي؟ ممكن نمبر سي ولا اكيد نمبر سي؟ اكيد. طبعا most of Anna's friends work less hard than her. طبعا هنا بيقول كده ايه، معظم اصدقائها، معظم اصدقاء انا بيشتغلوا اقل جهدا منها، يبقى معنى كده ان هي بتشتغل اكتر منهم، يبقى ان works harder than most of her friends. طيب انا works more hard than most of her friends، ينفع اقول work more hard؟ يعني ينفع اقول واحده اللي كانت بتجاوب؟ ينفع اقول more hard؟ مش عارف. ما ينفعش ليه؟ لا يا مستر، لان كلمه hard دي صفه قصيره، فلو كده كنا لازم اقول بعديها harder، ما ينفعش اقول more hard زي كلمه طول طويل، ما ينفعش اقول more tall، لا ده احنا بنقول فقط taller. يبقى معنى كده ما ينفعش حاجه اسمها more hard، يبقى دي غلط. طيب ان works ثانية واحدة كده، في حاجة مستر في ترجمة كلامك. خش مستر على سمة اللفت هاند سكريبت. بتقول ايه؟ من الزوم هتقفل اللايف ترانسكريبت اللي هو المكالمة اللي احنا فيها دلوقتي. زعرف برضه يا الشاشة سافرت. تمام كده مظبوط. طيب نكمل بقى كده معانا. ما ينفعش اقول work more hardly، علشان hardly دي كده معناها بصعوبة، يبقى دي كده غلط، ما تنفعش more hardly، يبقى ان works harder than. طبعا الأخيرة هي بتشتغل بنفس الجد، طبعا ما ينفعش عشان يعني هما بيشتغلوا أقل منها هي بقى بتشتغل أكتر. طيب السؤال بعد كده 11 مستر. نعم هارد ممكن برضو الادفيرب منها برضو هارد اللي هي بجد. ما هي هارد عشان في حاجه بس عندنا كلمه هارد، خلي بالك عشان السؤال ده بيتكرر كتير قوي والناس زي ما بتساله لي. هارد استخدمها كادجكتيف صفه، اقول مثلا it is a hard question، انه سؤال صعب. طيب أقول كده he is a hard worker، يعني هو عامل جاد. طيب كلمة hard تستخدم كأدفرب معناها بجد، أقول كده we study hard، إحنا بنذاكر بجد، ما ينفعش أقول لك we study hardly خالص. طيب hardly دي كده بقى معناها إيه؟ لها معنيين، المعنى الأولاني معناها نادرا، أقول مثلا كده it hardly
snows in Egypt. نادرا انها بتمطر تلج في مصر. اعتقد انا قلت المثال ده كان حد كان بعته لي. يبقى هنا hard اللي معناها نادرا. طب المعنى الثاني ان هي معناها بصعوبه. ودايما في الحاله ديت كده بحطها ما بين كلمه كان او could وادي hardly والinfinitive. يعني هنقول مثلا كده raise your voice، ارفع صوتك. raise your voice. I can hardly hear you. انا سامعك بس سامعك بصعوبه. يبقى hard معناها صعب او معناها جاد، وفي نفس الوقت معناها بجد، انما hardly معناها نادرا او معناها بصعوبه. طب كده ممكن اول جمله ممكن تنفع؟ لا ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ علشان هنا ما ينفعش اقول كلمه مور هارد. ليه؟ لو انا هقول كده المقارنه بتاعت كلمه هارد، هارد دي صفه قصيره، دي حاجه قصيره. طب لما بقول بقى هقارنها، يعني مثلا كلمه شورت، لما نيجي نقارنها احنا بنقول مور شورت ولا بنقول شورتر؟ شورتر. يبقى نفس الفكره، هقول هارد هاردر ولا مور هارد؟ هاردر. يبقى ما ينفعش اقول مور هارد. تمام ماشي. طيب سؤال رقم 11 يا شباب. عمار، عمار عماد. ايوه يا مستر. يلا ار كوريكت. قول ار كوريكت طبعا علشان ليتس جو تو ذا سي سايد. كل ده سجستشن، اقتراح. كود وي جو تو ذا سي سايد؟ هاو اباوت؟ وات اباوت؟ بنجيب بعدها فيرب بلس ان جي. اي سجست؟ بنجيب بعدها فيرب بلس ان جي. ليتس بنجيب بعديها فيرب بلس في الانفينيتيف، يعني اقول كده ليتس جو. كل ده كده سجستشن. كمل يا عمار. 12 ايوه يا مستر. ثانيه واحده بس. ماشي. سوليوشن الدوت فول ستوب بعدين. تمام، علشان دي كده pollution is a threat to life on earth. دي كده دي انهي نوع من انواع الجمل دي كده يا عمار؟ احنا في عندنا شباب اربع خبرية. انواع من الجمل. جمله خبريه صح. اسمها ايه الجمله الخبريه دي بقى بالانجلش بقى؟ اسمها ديكلاراتيف، ديكلاراتيف سنتنسز او الستيتمنتس اللي هي الجمل الخبريه. طب رقم اثنين عندنا الانتروجاتيف اللي هي الجمل الاستفهاميه اللي هي الكويشنز الاسئله. وعندك طبعا نوعين من الاسئله، مثلا واتس يور نيم، ار يو هابي. طب رقم ثلاثه امباراتيف اللي هي الجمله الامريه. يبقى انا ببدا الجمله بتاعتي بالانفينيتيف او دونت والانفينيتيف، يعني بديك اوردرز. ستادي هارد، دونت ويست يور تايم. طب اخر واحده الاكسكلاماتوري سنتنسز اللي هي الجمل التعجبيه اللي احنا طبعا ايه بنتعجب منها، وطبعا دي في الاخر خالص بيبقى فيه اكسكلاميشن مارك. الامباراتيف يبقى فيه فول ستوب او يبقى فيه اكسكلاميشن مارك. الانتروجاتيف طبعا دايما بيبقى فيه كويشن، والديكلاراتيف دايما يبقى فيه فول ستوب في الاخر خالص. تمام. طيب يبقى طبعا دي كده اسمها الديكلاراتيف او الستيتمنتس. 13 كمل يا عمار. حاضر ثانية واحدة ابص على الاسئلة. نمبر ايه؟ نمبر ايه؟ My father is a politician. تمام، برافو عليك. ليه بقى؟ طبعا دي كده اللي هو خاصه بالبونكتويشن. احمد اول حرف كابيتال، سيد في بعديها كوما، وفي الكوتيشن ماركس بتاعتي، يبقى معنى كده ده لسه دايركت مباشر. طيب وبعدين يا مستر اول حرف داخل الكوتيشن ماركس لازم يكون كابيتال، يبقى الام كابيتال. My father is a politician. ابي رجل سياسي. جملة خبرية. طيب ينفع بقى أحط فول ستوب في الآخر بعد الكوتيشن ماركس أو إن أنا أحطها داخل؟ كلاهما صحيح، الاثنين صح. يعني إن أنا بحطها خارج الأقواس ده اللي هو البريتش إنجلش، وإن أنا بحطها داخل الأقواس ده الأمريكان إنجلش، والاثنين صح. طب رقم اثنين أحمد ست مفيش كومة هنا، يبقى معنى كده إن دي غلط، لازم يبقى فيه كومة هنا كده، يبقى دي غلط. طب رقم ثلاثة أحمد ست كومة أهي والكوتيشن ماركس أهي، بس الإم دي سمول والإم دي لازم تكون كابيتال، يبقى دي غلط. طب الأخيرة ده في علامة استفهام وده كده مش سؤال.
تمام يا عمر. سؤال رقم 14، مين يجاوب يا شباب؟ حد يجاوب بقى كده، كل واحد كده كام سؤال بقى علشان ننجز كده. مستر فعديه بعد اذنكم. نورهان شعبان، اتفضل يا نورهان. He likes going to the movie. تمام، طبعا دي جمله سهله خالص، طبعا ما ينفعش اقول هي لايك ولا هي لايكد، كنت اقول هي لايكد جوينج او تو جو، يبقى دي غلط. هي لايك لازم يبقى فيها اس. كملي يا نورهان. 16. I wish we lived in bigger house. Wish you are more creative. لا دي I wish I were. ايوه برافو. اللي احنا لسه القاعده اللي احنا شارحينها هناك، عندك كلمه wish، عندنا كلمه if only، عندك مثلا كلمه would rather، عندك مثلا كلمه suppose او imagine، الحاجات دي كلها. كمان it's a time، انا الاوان، لو انا بتكلم في البريزنت بس بشرط يبقى في بعديهم سبجكت، لو بتكلم في البريزنت يبقى في عندنا باست سامبل اهو، باست سامبل لو انا بتكلم فين؟ في البريزنت المضارع. ازاي مستر مضارع واستخدم معاه باست سامبل؟ علشان بقول ان حاجه مستحيل انها تحصل دلوقتي. I wish I were، يا ريتني كنت على الشاطئ مع اصدقائي، يبقى معنى كده مستحيل الحاجات دي يبقى في بعدها present، يبقى ما ينفعش اقول I wish we live ولا I wish you are عشان ده present وده present. طب I wish you wouldn't keep، كنت هقول كده wouldn't keep shouting، ما ينفعش اقول wouldn't keep shout، لا wouldn't keep و verb plus ing. طيب I wish I were on the beach. طب ال expressions دي يا مستر بقى لما اتكلم في الباست يبقى هرجع خطوه بالزمن، بل لما انا هتكلم في الباست يبقى انا كده هجيب بعديهم had plus ال pp او التصريف رقم 3. طيب 16 يا نورهان. ماشي اجيب يعني جمله نفس المعنى ولا بالظبط؟ هنا I didn't have an umbrella with me so I got wet، انا ما كانش معايا شمسيه وبالتالي انا يعني ايه اتبليت. عايز حاجه بتساوي الجمله دي كده في المعنى. If I had an umbrella، if I had had an umbrella I wouldn't have هتبقى سي. I wouldn't have. طب ليه ما ينفعش اقول اول واحده؟ لا ما عشان ما فيش هاب، علشان يا مستر دي الحاله الثالثه. طب ثانيا انت ليه هنا اساسا استخدمت الحاله الثالثه؟ عشان انا برجع للزمن بالزمن خطوه لورا. برافو عليك. I didn't have، انا ما كانش معايا يا مستر، يبقى ده كده في الباست اهو، يبقى ما دام بتكلم في الباست يبقى انا كده عايز الثيرد اف كونديشنال، حاله اف الثالثه، علشان برجع خطوه للزمن بتاعي. ده كده باست، يبقى انا عايز الحاله الثالثه. انا ما كانش معايا، يبقى لو كان معايا انا ما كنتش هبدل. برافو عليك يا مروان. طيب حد تاني يجاوب؟ ماشي اتفضل. هو ممكن نقول رقم ايه؟ He has a good education. طب ليه أولاً السؤال بيقول لك incorrect؟ He is well educated. تنفع هو بيقول غير صحيحة. أيوه تمام. هو هتبقى he is good educated بقى، لأن المفروض نستخدم هنا أداة نكرة. لا هي مش كده، بس هي دي الإجابة الصح. ليه بقى يا شباب بقى؟ المفروض he is educated well. He is ايه؟ استنى well ثانية واحدة بس، الأذان بس شغال. ايه ثانية واحدة بس الأذان شغال.
يلا شباب معاكم. السؤال هنا بيقول كده ويتش يا مستر، مش عشان هي ادفيرب هتبقى سي. طب بس خليك مع راسل. بيقول انكوركت غير صحيحه. He has a good education. الجملة دي صح ولا غلط يا رجال؟ صح. 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 He subject صح. has لدي ده الverb a الارتكل good adjective صفة علشان في education النون. يبقى هو معاه تعليم جيد، يبقى ده كده صح. طب رقم سي صح ولا غلط؟ صح برضه. ليه؟ he subject is ده الverb. طب ويل ويل يا مستر ده ادفيرب. طب الادفيرب ده بستخدمه علشان اصف ايه؟ اصف ثلاث حاجات، يا اما اصف الفيرب الفعل، يا اما اصف الادجكتيف الصفه، يا اما اصف الادفيرب الحال. ناخد كده مثال، هقول كده مثلا هي رانز هو بيجري، يبقى هي رانز كويكلي هو بيجري بسرعه. يبقى كويكلي ده فعل ده ادفيرب اهو وصف كلمه ران. طب بص على كده هي رانز very quickly وبيجري بسرعة جدا. very the adverb الحال، بيجري بسرعة جدا فوصفت كلمة quickly. طب الـ يبقى احنا كده عندنا ادي الادverb وصف الفعل وفي نفس الوقت وصف الادverb. طب يصف الادجكتيف امتى؟ زي دي كده بالظبط. educated ده تصريف رقم ثلاثة، والتصريف رقم ثلاثة دايما بستخدمه كادجكتيف صفة. He is well educated يعني هو يكون على قدر جيد من التعليم، يبقى educated دي adjective، فاللي بيصف الadjective الadverb. طب مثال تاني هنقول مثلا كده مو صلاح مثلا is famous، محمد صلاح مشهور. famous دي adjective صفة. طيب مو صلاح is internationally famous يعني ايه بقى internationally famous؟ يعني مشهور، بس مشهور دوليا. famous دي الادجكتيف. طب انا عايز اصف الادجكتيف يا مستر الصفه، يبقى انا محتاج اجيب الحال اللي هي internationally. طيب مو صلاح is an internationally famous player. محمد صلاح لاعب مشهور دوليا. ادي بلاير ده ناون، اللي بيصف الناون يا مستر الادجكتيف، ادي كلمه في مستر. اللي بيصف الادجكتيف يا مستر الادفيرب اللي هو الحال. يبقى معنى كده هنا educated دي adjective صفه، فاللي بيصف الصفه الحال. طب الحال من كلمه good اللي هي كلمه will، يبقى بالتالي دي كده صح. طيب رقم دي he is educated in a good way، ادي هي وادي is وادي educated in a good way، نفس اللي احنا قلناها هناك in a good way بطريقه جيده وصفت الكلام ده. طب he is good educated، ما ينفعش بقى اقول good educated، ولكن لازم اقول well educated. ليه يا مستر well educated؟ لان educated دي كده adjective، واللي بيصف الادجكتيف الصفه لازم يبقى الادفيرب اللي هو الحال. اتفقنا كده من الحته دي يا مستر؟ نعم. هو في حد في الشات بيسأله فاضل قد ايه؟ احنا خلاص ان شاء الله هو باقي يعني 17، يعني بقى حوالي 17 سؤال، يعني اقصاها مثلا ثلث ساعه كده او حاجه في سنه. يا مستر القطعه ولا لا؟ القطعه انا هبعت لكم الاجابات على طول كده علشان بس الايه ما ناخرش كده على الناس، ولو في سؤال او حاجه احنا مع بعض ان شاء الله على الجروب. مستر هناخد كهوت؟ اعتقد الوقت كده مش هيسمح بقى بينا كده كهوت المره دي. المره الجايه ان شاء الله. طيب نكمل كده 18 كده شباب. الناس كده بقى كده تكمل كده سريعا بقى كده. ايه اتفضلي ايه. يبقى 18 هتبقى سي. طب هو هنا الجملة بتقول ايه؟ One of the following sentences is incomplete. Incomplete يعني ايه؟ صح، يعني جملة مش كاملة. يعني ايه جملة مش كاملة؟ يعني جملة ناقصة حاجة آية، ناقصة مثلا الجملة بتاعتي تكون من subject و verb و complement تكملة.
طيب يعني مش بتديني معنى كامل. running quickly اه طبعا بي. سلمى كوبت لانش خلاص هي طبخت الغداء يبقى جمله صح. running quickly he fell down جري بسرعه he fell down وقع يعني بسبب الجري السريع هو وقع فدي اعطتني معنى كامل. no one agreed ولا واحد وافق يبقى ما جمله صح. طب having finished lunch بعد ما خلص الغداء وبعدين فين الخبر بتاع الجمله يبقى معنى كده دي كده اللي هي incomplete. طيب تمام يا كملي 19 سي سي طبعا علشان هنا بيقول كده اي من الاتي مكتوب في الاكتف مبني للمعلوم ويل بي والتصريف الثالث يبقى ده باسيف ادي فيرب تو بي والتصريف الثالث باسيف بي والتصريف الثالث يبقى ده باسيف يبقى رقم سي. طيب 20 العكس بقى سي سي برضو علشان انا هنا بقى عايز الباسيف يا مستر وتاني علشان اعمل حاجه في الباسيف يا شباب ابدا بالاوبجكت لازم يبقى في عندنا احد اشكال فيرب تو بي وبعد فيرب تو بي لازم يبقى في عندك البي بي التصريف رقم 3 شروط اساسيه علشان يبقى في جمله في الباسيف ابدا بالاوبجكت يبقى في عندنا احد اشكال فيرب تو بي ولازم بعد كده يبقى عندك التصريف الثالث. هنا ذا ميكانيك ريبيرد مفيش فيرب تو بي ذا ويل عايز هنا باسيف باسيف يعني ايه مبني للمجهول اي من الاتي مكتب مكتوب في المبني المجهول مفيش فيرب تو بي والتصريف الثالث مام هاز كوكد مفيش فيرب تو بي ادي بقى هنا هاز وادي بين وادي التصريف رقم 3 تمام حد يكمل تاني كده يحيى كمل يا يحيى طيب اسلم مستر هتبقى ايه اول واحده طبعا القاعده اللي احنا قلنا ادي 2 بلس ادجكتيف او ادفرب طبعا ويبقى في عندك بعد كده لو في اسم واحد يبقى انا عايز 4 مفيش شخص يبقى انا مش عايز 4 وعندنا 2 بلس انفينيتيف معناها جدا اهي لدرجه ان لا. طيب عندنا الادجكتيف او الادفرب بجيبها او بجيب بعديهم كلمه enough اللي هي معناها كافي يبقى معناها بشكل كافي والاثنين دول كده بيبقى في معاهم تو والانفينيتيف يبقى تو وenough معاهم تو والانفينيتيف اما كلمه so وكلمه such الاثنين معاهم كلمه that لازم وبالتالي يبقى انا هستبعد so وهستبعد so علشان في عندنا هنا تو طيب يبقى معنى كده ايه بقى he was too tired to go out he was too tired to go out يبقى طبعا هنا الفيرب بتاعت الملكيه هيبقى سي. طيب 24 كمل يا اسلم تبقى دي برافو عليك طبعا اف اهي يبقى انا هفصل ما بين العبارتين عن طريق ان انا احط كوما تمام 23 يا اسلم ايه طيب ادي كوين كابيتال طب اليزابيث مش اليزابيث ده اسم واحده تمام يبقى لازم تكون كابيتال يبقى دي بقى يبقى دي طبعا هنا اي دونت جو تو ورك اون فرايداي طبعا ايام الاسبوع لازم تكون كابيتال وبالتالي دي غلط واتس رونج ايه المشكله علامه استفهام صح بس لازم اللي بعديها يكون كابيتال يبقى ده كان لازم يكون كابيتال هنا مصطفى اند اي فيزيتد باريس 2 ييرز اجو جمله عاديه وفي طبعا ادي كوما didn't we سؤال مزيل وطبعا الابوستروفي وعلامه استفهام في الاخر تمام جدا محمد سليمان هتبقى ثانيه واحده هتبقى اول واحده أول واحدة طبعاً structurally correct صح من ناحية القاعدة أو التركيب. While we were playing football it rained جملة صحيحة 100%. طب الجملة الثانية يا محمد غلط ليه؟ هو عشان يعني الزمن بتاعها صح طب تبقى صح إزاي؟ نسي.
ممكن نقول سينس طبعا هنا في هاف ايتن ذا بريزنت بيرفكت وفي هنا باست سيمبل يبقى كده كنت اقول سينس على طول يبقى ذي هاف ايتن فايف ساندويتشز سينس ذي جوت اب يا اما محمد اقول كده ذا بويز ايت باست سيمبل فايف ساندويتشز اكلوا خمس ساندوتشات وين ذي جوت اب ما دام عندك وين وعندك باست يبقى لازم يبقى فيه باست طيب ثلاثة محمد ليه غلط؟ هو كان ممكن يقول مثلا after they park the car برافو عليك ما ينفعش استخدم past perfect يا مستر مع future يا اما اقول after they park the car او after they have parked the car الجزء الثاني زي ويل يا اما after they had parked the car they went كده ماشي او كده ماشي طب الأخيرة عشان ما ينفعش انا عشان شبه university مثلا برافو عليك تمام طبعا احنا عندنا هنا كلمه يونيفورم قلنا بقى كلمه يونيفورم زي كلمه يونيفرسيتي زي كلمه يونت زي كلمه يوروبيان كل ده هنا كده دي كلها حروف متحركه ولكن اصوات ساكنه يبقى كنت لازم اقول ا يونيفورم برافو عليك كمل يا محمد 25 ثانيه واحده خمسه هتبقى بي هتبقى بي مش عارف ايه ده مرس. لا هو ترتيب متلخبط لا صح بي طبعا هنا جاك بلايز فوتبول ويل اي بلاي فوتبول ويل ايذر طب ليه الاولى غلط هو كان ممكن يقول اي بلاي فوتبول ويل تو مثلا تمام علشان ايذر دي معناها ايضا بس بجيبها في نهايه النفي نهايه الجمله النيجاتيف المنفيه طيب الاخيره ليه غلط كان ممكن يقول نيذر لا مش نيذر ايذر ايذر هنا برضو معناها ايضا بس دي جمله منفيه اللي بجيبها في نهايه النفي ايذر يبقى ايذر بجيبها في نهايه النفي انما تو بجيبها في نهايه الاثبات يعني لو عكست كانت دي صح ودي صح طب هنا جاك بلايز فوتبول ويل نيذر دو اي ليه دي غلط لان نيذر بيبقى في قبلها نفي يبقى احنا عندنا نيذر وعندك سو So بجيب قبلها جملة مثبتة neither بجيب قبلها جملة negative منفية والاثنين لازم يبقى في بعديهم helping verb للفعل مساعد أو المودل verb فعل ناقص can could do does is are plus ال subject بتاع الجملة اللي هو الفاعل يبقى so do I طب و so و neither هنا معناهم ايه برضو معناهم أيضا أو معناهم وكذلك تمام محمد. 26 يا محمد. هتبقى سي. طيب دي بقى الحته اللي الناس سالوني عليها واحنا بنحل هناك اللي هي كانت في الامتحان. ماي اونت في كوما يبقى ما ينفعش اقول ذات خالص. طب ماي اونت هوم ليفز هوم دي كده ما ينفعش اجيب بعديها فعل يبقى دي غلط. علشان دي يا محمد زي ما انت ما قلت بتحل محل الاوبجكت يبقى لازم في سبجكت. طيب هوز ليفز ان اسوان ليف ده فعل يبقى هوز دي لازم يبقى في قبلها اسم وبعدها اسم يبقى هوز دي غلط يبقى الاجابه بتاعتنا رقم سي برافو عليك طيب حد يكمل يا شباب كده تاني حد يكمل يا شباب كمل يا مستر ماشي ايه كمل يبقى تبقى رقم بي رقم بي خلي بالنا برضو عشان عليها ملاحظة لا خلي بالنا عشان ده سؤال مهم جدا قوي سؤال حلو قوي بصراحة مين حلل الجملة رقم 27 دي يا جماعة هتبقى سي هتبقى سي برافو عليك ليه هو الجملة كان اصلها the girl who was standing واحنا حذفنا جميل. أنا في حد بعت لي السؤال ده كده في اللي هو البنك الأسئلة الثاني وأنا شرحتها له بنفس الطريقة. أول واحدة I read a story which written in طبعًا سنة يبقى في الحالة كده دي غلط. ليه يا مستر غلط؟ علشان لو أنا أقول كده I read a story which was written كده كانت تبقى صح. يا إما أقول كده I read a story written على طول.
أنا قرأت قصة مكتوبة كده كانت تبقى صح. طيب خلينا نبص على رقم 2. she ate all the bread which I put. ليه دي غلط يا مستر؟ طب ما هو بريد ده أهو وفي كلمة which، علشان هنا هستخدم فقط كلمة ذات. ليه أستخدم كلمة ذات؟ علشان كده لو عندك كلمة زي كلمة all، كلمة زي كلمة many، كلمة زي كلمة some، مثلا few وهكذا، كل الحاجات دي كده بتاعت التجزئة، لو عندك تفضيل مثلا the tallest the shortest وهكذا، كل الكلام ده كله استخدم فقط كلمة that وليس كلمة which، يبقى ما ينفعش اقول which، يبقى كنت لازم اقول that. طيب the girl standing there is my sister، الجملة دي صح ليه؟ علشان دي كان اصلها كده the girl who is standing there، البنت اللي واقفة هناك is my sister. طيب في عندنا ايه بقى؟ طب فين يا مستر هو هنا؟ في عندنا كده حالات يجوز ان انا احذف كلمة هو دي، امتى؟ دي من ضمنهم اذا كانت مبنية للمعلوم. يعني ايه مبنية للمعلوم يا مستر؟ لما اولا هو is standing there، الجملة دي اسمها ايه؟ دي اسمها relative close، عبارة وصل. اللي واقفة هناك يبقى الجملة دي بتاعتي active مبني للمعلوم. اعمل ايه بقى؟ احذف الريلاتيف برونون بتاعنا، احذف اي فعل مساعد موجود، الفعل بتاعك رجعه للانفينيتيف وحطه ان جي. يبقى انا اقول كده the girl standing there is my sister. طب دي حاله. طب الحاله الثانيه زي اول جمله كان اصلها ايه؟ I read a story which was written لغاية الآخر. لما أقول لك كده which was written، الجملة دي كده التي كتبت، التي كتبت دي كده active ولا passive؟ تقول لي يا مستر دي passive مبنية للمجهول. طب إذا كانت الجملة مبنية للمجهول بعمل إيه بقى في الحالة ديت كده؟ احذف ال relative pronoun بتاعنا، احذف verb to be واستخدم فقط التصريف الثالث، يعني I read a story written. يبقى كده صح وكده صح. يبقى معنى كده الاجابه بتاعتي رقم سي هي الاجابه الصحيحه. طب رقم دي the company where I work for، ما ينفعش اقول where مع كلمه for، يبقى كنت لازم احذف كلمه for. يا اما اقول كده the company where I work، اما the company which I work for، يبقى الاجابه بتاعتنا رقم سي. اي مشكله كده؟ طيب كملي يا ايه 28. أنا عاملاها دي طبعا structure having لازم أجيب بعدها البي بي، يعني كنت لازم أقول having finished وبالتالي دي غلط. she has been studying English for last week، طب ليه دي غلط؟ عشان for the last، برافو عليك، لازم أقول for the last week. طب وsince؟ أقول since last week بس. يبقى نقول since last week اهو، بس اقول كده for the last week، يبقى معنى كده ان دي اجابه خاطئه. طيب اللي بعد كده I'm thinking he's Egyptian. think انا مستر تستيت الفيرب، اقول I think، امتى احط فيه ing؟ لما اقول كده I am thinking about او of، يعني اجيب بعديها of او about، في الحاله ديت كده ينفع احط فيها ing عادي خالص، مفيش اي مشاكل. I'm thinking of او about مثلا traveling abroad. يبقى دي كده كانت تبقى صح. طيب الاخيره ادي by the time he arrives at the present simple، الجزء الثاني his wife will have prepared lunch. نعم؟ هو لو قلنا thinking of او thinking about معناها انه بيفكر يعني مش بيعتقد، صح؟ برافو عشان عليك. كده جبناها باستمرار. بتساوي هنا كلمه consider، يعني I'm considering كذا، انما هنا think دي بتساوي in my opinion، في رايي، يبقى انا بدي راي، يبقى ده كده state of mind. يعني لما بتيجي بمعنى يعتقد او بمعنى believe، الحاجات دي ما بيجيش باستمرار. بالظبط ده state of mind. تمام. طيب 29 دي بي she never cut an apple did she، طبعا تمام. طبعا خلي بالنا عشان دول كده تبع السؤال المسير،
I am late دي غلط. ليه؟ علشان I am الكوشن تاج بتاع المفروض aren't I. طيب لو قال لي I am not يبقى في الحالة ده كده كنا بنقول أيوة am I. تمام. طبعا she never cut an apple. طبعا خلي بالنا عشان cut ده كده في البوست، عرفت منين يا مستر؟ علشان عندنا كلمة she، يبقى المفروض لو في البريزنت كان يبقى آخره اس، ما آخروش اس يبقى معنى كده إن ده بوست يبقى did. وطبعا ده سؤال مزيل، الجزء هنا نفي يبقى السؤال المزيل هيكون مثبت. don't open the door. طب ليه دي غلط يا آية؟ المفروض أقول إيه؟ will صح؟ will you أقول will you. تمام. طب هنا ليه دي غلط؟ هاد بيتر برافو عليك، علشان هنا كده الابوسترافي دي اختصار يا اما كلمه وود يا اما كلمه هاد. وود لو عندك مثلا وود لايك وود لاف وود بريفير، عندك وود بعديها انفينيتيف، انما كلمه هاد يبقى عندك هاد بيتر او عندك هاد بلس بي بي، وكمان مع كلمه وود في كلمه راذر. يبقى لايك لاف بريفير او انفينيتيف او راذر يبقى الابوسترافي دي يختصر لكلمه وود. عندك بيتر او بي بي يبقى الابوسترافي دي يختصر لكلمه هاد. في هنا بيتر يبقى ما ينفعش اقول وودنت وانت اقول كده هادنت يو. تمام جدا. طيب حد يكمل يا شباب؟ 30 انا خلاص بقى لنا اربع اسئله، حد يكمل؟ يا جماعة حد يكمل؟ كمل؟ ماشي أول واحدة نعملها سي. Which is structurally correct where عادل to come early he would see me prove عليك. ليه بقى؟ علشان دول برضو كده بتاعت إيه بقى؟ اللي هم الـ substitution بتاع F اللي احنا قلنا عليهم في الامتحان. طب ليه أول واحدة غلط؟ المفروض ما نحطش ويل. برافو المفروض يا مستر ديفاكت. برافو عليك. او المفروض اقول فلوت. طب رقم اثنين ليه غلط؟ عشان كامز. ايوه المفروض تبقى كامز. برافو عليك. شود والسبجكت وانفينيتيف يا مستر، ما ينفعش اقول كامز، يبقى في الحاله كده دي غلط. طيب وير ادي وير وسبجكت، يبقى احنا عندنا 2 بلس انفينيتيف. برافو عليكم ممتازين جدا. وطبعا دي كده بستخدمها في الحالة الثانية. طيب رقم دي ليه غلط؟ عندنا وود وهنا هاد عشان تبقى الحالة الثالثة لازم يجي معاها بي بي. برافو عليك. هاد والسبجكت والبي بي يا مستر على طول، انما كيم ده تصريف ثاني، كنت اقول هاد عادل كم. برافو عليك ممتازين جدا. طيب 31 ايه؟ ايه؟ She started work 3 months ago. هي بدأت الشغل من 3 شهور فاتوا. She had been working. أساسا had been working the past perfect. أستخدمه لو في عندك حدث تاني في البوست، فدي غلط. لما أقول لك هي بدأت تشتغل من 3 شهور، يبقى معنى كده إيه؟ أنا عايز حاجة بتسويها في المعنى. الأخيرة. أيوة برافو عليك. الأخيرة. مستر طب ليه مش سي؟ حاضر. دي كلمة ايه؟ فور ثري مانث ناو، مش عندك فور وطول فترة وكلمة ناو؟ اه يبقى كنت لازم اقول كده she has been working. تمام؟ يبقى ده present perfect continuous، يبقى في الحالة كده كده كانت تبقى صح. طب it's three months that she worked، طبعا ما تنفعش خالص. يبقى عندنا بقى قاعده بتاع كلمه سينس اهي، احنا قلنا قاعده على كلمه سينس وهي ادي سينس اهي، يبقى في عندك سبجكت، بعد السبجكت يبقى بريزنت بيرفكت يعني هاز او هاف والبي بي، او بريزنت بيرفكت كونتينوس يعني هاز او هاف بلس بين بلس فيرب بلس ان جي. الجزء الثاني يبقى فيه سبجكت، بعد السبجكت يبقى فيه باست سمبل تصريف ثاني. وطبعا القاعدة دي قلنا الوحيدة اللي بتربط ما بين present و past. طب القاعدة الثانية على كلمة since عندنا كده it is أو it has been plus عندنا طول فترة a week a month a year plus since، وعندك بعد كده subject
بعد السبجكت يبقى في كلمه لاست مكتوبه او مش مكتوبه، المهم ان يبقى في عندك هنا باست سمبل تصريف تاني. مثلا it is a week، انه اسبوع، since I lost 8 fish، اسبوع من اخر مره انا اكلت سمك. يبقى هنا it's 3 months since she started، انها 3 شهور منذ ان بدات شغلها، يبقى معنى كده بتسويها في المعنى بالظبط. تمام جدا. 32 اعضاء ايه؟ 32 انا مش سامع، حد بيسأل حاجة؟ ستارت بعدها صح، ستارت بجيب بعدها حاجتين، ادي كلمة ستارت اهي زي كلمة بيجن، اجيب بعديها فيرب بلس اي ان جي او تو ويل انفينيتيف. يعني اقول مثلا كده، ثانية واحدة بس، ات started raining أو it started to rain، الاثنين صح. طيب يا مستر فين الفيرب بلس ان جي هنا؟ أصل الفيرب بلس ان جي دايما استبدله بنون، يعني عندنا فيرب بلس ان جي أو نون، دي صح ودي صح. ف she started work معناها هي بدأت العمل، هنا work مش معناها يعمل، هنا معناها العمل، هي بدأت العمل من ثلاث شهور فاتت. تمام. خلينا نقول بقى ملاحظه، بما اني قلت ستارت وبيجن، احنا قلنا بتجيب بعدها فيرب بلس اي ان جي او تو الانفينيتيف، ولكن كلمه ستارت وبيجن دي كده لو هم نفسهم فيهم اي ان جي يعني ستارتنج او بيجيننج، يبقى في الحاله ديت كده بعديها فقط تو الانفينيتيف. يعني اقول مثلا ات از ستارتنج، يبقى ما ينفعش اقول ات از ستارتنج تو، ما ينفعش اقول it is starting raining، لا it is starting to rain. طيب 32 تبقى ايه؟ تبقى A. تمام. ليه؟ طبعا ادي هنا it was I tried to eat the cake، انا حاولت ان انا اكل الكيكه ولكن كانت مسكره جدا. يبقى it was such a sweet cake that، ادي كلمه such مع كلمه that يبقى دي كده صح. طب عندنا كلمة سو مع كلمة ذات كده صح. طيب تو مع ذات دي غلط يا مستر، ما ينفعش اقول تو مع ذات. طيب انف مع ذات يبقى دي غلط، احنا قلنا بقى ذات يبقى سو او ساتش. طب الفرق يا مستر ما بين الاثنين؟ ان كلمة ساتش لازم يبقى في بعديها نون، لازم يبقى في معاها نون. طيب اما كلمة سو لا، سو اجيب بعديها ادجكتيف، يبقى ما ينفعش اقول لك it was so sweet cake، لا it was such a sweet cake، يبقى دي كده اجابه صحيحه. تنفع بقى في حاجه ثانيه بس دي صعبه عليكم شويه، احنا قلناها برضو في الكورس الاولاني، اقول كده it was، لو حطينا اداه نكره قبل كيك. برافو عليك، it was so sweet a cake that I couldn't eat it، في الحاله دي كده كانت تبقى صحيحه. أو إن كلمة سو يبقى في بعدها سو ميني، سو ماتش، سو فيو، سو لتل. تمام. أنا فاكرة اللي هي اللي هي A أو N، يعني it was such a sweet cake بتساوي بالظبط في المعنى it was so sweet a cake. طيب 33 من هيجاوب؟ يلا يا جماعه ده بقى سؤالين، السؤال ده والسؤال اللي جاي. انا مستر ايه؟ اول واحده ايه؟ لا هي يا مستر، علشان يا برنس واحنا بنقول ادي ذا وهناك ذا، دي مقارنه، لازم يبقى في عندك ادجكتيف واي ار او كلمه مور ذا ريتشر من ذا ريتشر او زلس، وهناك يبقى في عندك ادجكتيف اي ار، كمل عمار السؤال للاخر الله يكرمك، او مور او لس. يبقى هنا ما ينفعش ريتشست ذا ريتشر، يبقى دي كده غلط، يبقى معناها كلما كلما. طب تاني واحده غلط ليه؟ ثانية واحدة أشوف. I saw a white cat, the cat had a blue eyes. يا صح المفروض. لا مش صح. I saw the cat had a blue، لا blue eyes من غير بس.
عايز يا مستر ده بلورال جمع، يبقى ما ينفعش اجيب معاها ا او ان، يبقى كنت لازم احذف دي. I saw a white cat، انا شفت قطة بيضاء. The cat القطة طبعا اتذكرت للمرة الثانية، يبقى هقول ذا هاد، يبقى بلو ايس بس بدون كلمة ا. طب رقم سي انت اخترت ايه؟ غلط برضه، لان انجلش ما يجيش بعدها ذا، ما يجيش قبلها ذا. طيب اللي هي دي. طب بص بقى هنا علشان دي الإجابة الصحيحة. I love English. English لوحدها كده English language، برافو فالمفروض زي عادي. برافو عليك. English لوحدها، English لوحدها ما اجيبش قبلها حاجة، ولكن لما اقول language بعد اللغات يبقى لازم اقول ذا، the English language. يبقى I love ازاي English ايه؟ ما ينفعش ده قبل English مفروض. هي صح، ما ينفعش ذا قبل English لو انا عندي كلمة English لوحديها بس. مثلا I study، انا بدرس، يبقى I study English، أنا بدرس إنجليزي كده صح. ما ينفعش أقول لك I study the English، دي كده غلط. طيب أقول بقى I study the English language، أنا بدرس اللغة الإنجليزية. كلمة language لو جبناها قبل اللغة يبقى في الحالة ديت كده لازم أحط كلمة the، ما ينفعش أقول I study English language، دي كده غلط، يبقى لازم أحط هنا the. وطبعا to be a teacher. طيب أنا هكتب جملة، بما إنك قلت كذا ما ينفعش، I study the English. الجملة دي صح، بس إزاي؟ هو كمان هيك مش كلغة؟ ما لا، ما كنت أقول برضو إنجليش بس. قصده الأشخاص الإنجليزيين ولا؟ قصده إيه؟ أيوه الأشخاص نفسهم. برافو عليك. انت عندك الجنسيات او البيبل نفسهم، اجيب قبلها كلمه ذا، يبقى ذا ايجيبشنز يبقى المصريين، ذا بريتش البريطانيين، ذا انجلش يبقى الانجليز، ذا امريكانز يبقى الامريكيين، ذا تشاينيز يبقى الجماعه الصينيين. يبقى ذا انجلش هنا معناها الانجليز، يبقى الاشخاص الانجليز. يبقى اي ستادي انجلش بس، يبقى ده اللغه الانجليزيه. اي ستادي ذا انجلش لانجويج، علشان في كلمه لانجويج يبقى لازم احط كلمه ذا. وطبعا to be a teacher، teacher countable، يبقى انا عايز بس يا مستر، نعم. هو احنا ليه بقى ما جمعناش اللي احنا قلت، انت حضرتك قلت the English اللي هم الانجليز، ماشي، مش احنا المفروض بقى نجمعها زي Egyptians؟ لا ليه، علشان في بعض الكلمات كده الجمع بتاعها نفسها هو يعني، مثلا خلينا نديك مثال، poor معناها ايه؟ فقير، dead، ميت، ريتش، غني، وهكذا. طب انا عايز اجيب الجمع بتاعهم، دابور، دابور، دابور وذا ديد وذا ريتش. هل بحط فيها اس في الاخر؟ لا، علشان ان دول كده adjectives صفات، فاجيب الجمع بتاعهم ان انا بحط قبليها كلمة ذا. طيب انجلش، انجلش adjective، وتنفع كنون، مفيش مشاكل. طيب في الحالة ديت بقى كده البلورال بتاع كلمة انجلش نفسها ذا انجلش بس، ما ينفعش اقول ذا انجلشز، غلط. انما ايجيبشن مصري هي ناون. طب عايز اقول مثلا، وفي نفس الوقت تنفع كادجكتيف. طب لما احب اجيب بقى يعني اقول المصريين، لا لازم اقول كده ذا ايجيبشنز، ما ينفعش اقول ذا ايجيبشن بس. لما اقول ذا ايجيبشن يبقى دي كده ادجكتيف، اقول ذا ايجيبشن بيبل، الناس المصريين، زي ذا تشاينيز كده. طيب آخر سؤال معانا، مين يجاوب آخر سؤال؟ هتبقى بي، هتبقى بي دي. أنا بقول إيه؟ وأنا بقول إيه؟ طيب A إجابة صحيحة، B إجابة مش صحيحة. محمد ليه؟ إحنا حلينا الجملة دي برضو في امتحان قبل كده، عشان شخصين بس بس the two boys، يبقى كنت أقول كده عادل is the taller of the two boys. يا مستر إزاي إحنا عندنا ذا، أنا هنا بتكلم على اتنين بس، يبقى the taller، يبقى ما ينفعش أقول the tallest، يبقى دي غلط. طيب رقم سي، this is the most expensive car I have never، لا I have ever، دي غلط.
صح. طب جيزة is Egypt's the second largest city. دي اللي غلط. مفروض تبقى second على طول. برافو عليك. علشان الأبوستروفي اس دي كده أو ماي أو هيز أو هير وهكذا دي كده بتساوي كلمة ذا، يبقى ما ينفعش أقول ذا. جيزة is Egypt's second largest على طول. طب أول واحدة بقى، إحنا عندنا as والأدجكتيف أو الأدفرب وكلمة as في حالة المقارنة طبعا بتساوي ذا سيم زي ده الاسم. طب في حالة النفي لما أحب أنفيها، يعني مثلا عمرو is as tall as هاني، طب أحب أنفيها في الحالة ده هي كده أقول not as أو so plus الأدجكتيف بتاعتك أو الأدفرب وعندك كلمة as. يبقى عمرو is not، يا إما بقى أقول is not so أو is not as tall as هاني، وبالتالي يبقى كده أول إجابة هي الإجابة الصحيحة. اتفقنا يا شباب؟